وفي كل مرحلة انتخابية نخرج بتقاريرنا ونعمل معناتها تقريبا تقييم لشنو اللي صار في البلاد. اللي لاحظناه أنه الانتخابات والحملات الانتخابية قاعدة تنتقل تدريجيا من الميدان إلى ليكرون وراء ليكرون. معناتها مفهوم هذايا أنت كي تشوف توا معناتها تتكلف أقل برشا من ناحية من ناحية الجهد وراء ليكرون. من ناحية الفلوس هذاك موضوع آخر باش نرجعوا له على سبونسور وكمية الأموال اللي ضخت معناتها في الحكاية هذه. احنا مشينا خدينا إيشانتيوناج معناتها باش نعطيك المنهجية نتاع الخدمة نتاعنا. أيوة. إيشانتيوناج يعني في الخدمة نتاعنا بدينا تقريبا 293 صفحة اللي هي عندها المحتوى السياسي دي بوليكاسيون معناتها بوليتيزي. لا فوكاسيون دو باز في الاصل والا الصفحات التي تحولت من الحلقه والتجميل الى الرئاسيات ليشونتيوناج على اساس هي سي انخرطت في السياسه انخرطت في السياسه دونك في وقتها اي لكن معناتها الصفحات هذه من 293 رانا زدنا حصرنا بعد خليناها تقريبا في ال 180 صفحه اللي خدمنا عليها كايشونتيون على اساس اللي الصفحات هذه وصلت معناتها راه وصلت صفحات تعمل 50 ببليكاسيون في النهار اللي هي ماهيش شويه ماهيش شويه ما غير ما نحكيو هذايا على قداش من ببليكاسيون اللي هي سبونسوريزي وقداش تحطت فيها فلوس باهي. ثم في عمليه الملاحظه نتاعك تبدا تكتشف في الخيوط اللعبه اللي قاعده تدار. الصفحات هذه تكتشف مثلا انه هي صفحات على باز كانت صفحات تلتهي بالرياضه نكت طبخ وبقدره قادر تحولت الى صفحات تهتم بالسياسه والمنشورات نتاعها سياسيه 100%. تهتم بالسياسه شنو معناها؟ معناها يهبطوا فيها مقالات، نقاشات او هي صفحات تساند مترشحين بعينهم. هاو انا باش نعطيك نمشي لك للاخر باش تعاود شنو اللي صار في تونس بالفيسبوك؟ راهو الفيسبوك في تونس في التاثير على الانتخابات ما طلعش مترشح. الفيسبوك في تونس كسر مترشحين وكسر احزاب. يعني التاثير لم يكن تاثيرا ايجابيا. تفهمني تأثير إيجابي يعني أنا نجيك نعتمد على برنامجك ونعمل لك معناتها لا بروموسيون على برنامجك عندك برنامج انتخابي برنامج فيه اقتصادي فيه جانب اجتماعي هذا نسميه تأثير إيجابي. احنا اللي صار تأثير سلبي تأثير معناتها تكسير نتاع مترشحين وتكسير نتاع أحزاب بالاعتماد على شنو التكسير يعتمد على شنو يعتمد على الإشاعة على التشويه على الثلب وهو اون ريبوتاسيون هذيا او فات تقول هي ان تقدم خدمه مغالطه او حسب التقرير اللي صدر في شانها هي تقدم خدمه مغالطه الراي العام. المغالطه فين كيفاش باش تكون؟ عن طريق بث الاشاعه، عن طريق انا الثلب، عن طريق التشويه، عن طريق مثلا ندخل لك في حياتك الخصوصيه، عن طريق اني انا صوره في مثال هذا صوره في كونتكست معين يقع استعمالها لتشويهك مثلا او حتى فوتوشوب او حتى الفوتوشوب فما الفوتوشوب فما استعملنا مثلا التصويره نركبوا عليها كلام ركبوا عليها كلام وهذا اللي صار لكن الاكيد الاكيد انه الفيسبوك في تاثير ما في تونس ما صارش التاثير الايجابي. انا على الاقل كنا نخرجوا بحاجه باهيه لو كان مثلا اعتمد على البرامج نتاع المترشحين ولا نتاع الاحزاب وبين الجوانب مثلا تصير مثلا قراءه نقديه للبرامج نتاع الحزب ولا المترشح ويبين لك نقاط القوه فيه ونقاط الضعف وهذا باهي للمواطن. شكون المترشحين اللي حسب العينات اللي عندكم قاموا بتكسير بتشويه؟ هو اكثر حرب اللي صارت نقول سامحوني ما بين طبعا حرب يعني هذا بلغه على شكون؟ الحرب الفيسبوكيه اللي صارت ما بين يوسف الشاهد وما بين عبد الكريم الزبيدي. هو اكثر زوز مترشحين اللي كسروا بعضهم باع الاعتماد على الـ على الـ على الموضوع هذا. في نفس الوقت ماذا اكتشفنا ايضا اللي هو خطير زاده وزاده يهزنا لليوروبيتيشن اللي هو موضوع ريزوتاج اللي التشابك نتاع الصفحات تشابك بتاع صفحات يعني أقل شبكة بتاع صفحات تلقى فيها 12 وصلنا لقينا شبكة بتاع صفحات اللي فيها تقريبا 34 صفحة يخدموا بعضهم. إيش معنى يخدموا بعضهم؟ يعني 80% من الكونتينيو متاعهم يكون كيف إيدنتيك لي بوبليكاسيون متاعهم يكونوا في نفس الوقت يعني نعطيك اون موين ما بين دقيقه وثمانيه سوايع تكون لا ديفيرونس ما بين لا بوبليكاسيون في الصفحه هذه والصفحه هذه. الفيسبوك في تونس يتيح لك انك تدخل للصفحه تنجم تعرف الصفحه هذه وقتاش وقع الانشاء نتاعها
هل تبدل اسمها ولا ما تبدلش اسمها، النومبر نتاع لي زادمين نتاعها الادمينات، وين متواجدين لي زادمين نتاعها، والصفحه منين قاعدين يجريو فيه لي زادمين، وين موجودين فين بلا خاطر خاطرها. وزاد هذه مشكله اكيد انكم تعرضتوا لها. باش نقول لك الناس اللي في الدول الاجنبيه نعمل عمليه اسقاط على 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 الواقع التونسي توا. باه الصراع الموجود في تونس توا بارابور لشي يصير في ليبيا، باه نعرفوا طرفي الصراع والبلدان المتدخله منا ومنا. اللي زادمين هذم اللي لقيناهم احنا متواجدين في البلدان اللي من غير ما نعاود نسميهم اللي تعرفوهم الناس الكل. اللي متدخلين في ليبيا، تركيا، قطر، الامارات، السعوديه، مصر، السعوديه، فرنسا. وصلنا لقينا حتى في جنوب افريقيا، لقينا في الامريك لاتين دي زادمين في الامريك لاتين، واللي هما ينشطوا في صفحات قاعده تبط في تونس في الانتخابات. في الانتخابات مساندة أو تكسير لمترشح في الانتخابات الرئاسية تصير من أمريكا اللاتينية. تلقى أدمين في الأمريكا اللاتينية، في الأرجنتين ولا في البرازيل، تلقى أدمين في الإمارات، أدمين في قطر، في الأفريق دي سيود، في الأفريق دي سيود. وهذا ما هوش غريب، وهذا ما هوش غريب نظرا أنه الغيزوتاج كما تحكي أنت ما عادش عنده كالحدود الجغرافية. شكون عنده فلوس أكثر، وين ينجم يشري أكثر. هل هذه اي ولكن احنا في تونس سي الرحموني عندنا جرائم انتخابيه، عندنا قانون، عندنا هيئه مستقله للانتخابات. الناس هذيا تخلط بحلاله وحرامه وبالتكسير وبشركات اللي هي اتضح ان البعض منها تخدم ثلاثه مترشحين في نفس الوقت في العديد من بلدان العالم. واكثر من هكا فما فاز اخرى صارت في الدوزيام تور بتاع البريزيدونسيال اللي هي الميغراسيون بتاع الصفحات. يعني صفحه خدمت في البريمي تور المترشح في التشريعيه تمشي تخدم جهه اخرى، ثم في الرئاسيه الثانيه فما راهو صفحات عملت 180 دوغري، يعني صفحات 180 درجه مشيت من مترشح الى سامحوني في الكلمه عدو انتخابي. مشيت كاريمون، يعني تقعد انت كي حتى باش تحلل باللوجيك ما تلقاهاش حتى تفسير. تقول ريفيرمون هذا مش معقول. مش معقول، يعني شنو ينجم يكون وراه سفيان؟ ينجم يكون وراه كان فما فلوس. كان ان كونترا. برشا فلوس. بالضبط، كان فلوس، ما ينجم يكون وراه كان فلوس. هذا هو. لكن حسب انا من اللي فهمته من التقرير، وانا راني مازلت مانيش فاهمه برشا، معناها انه ما تمش استعمال الفيسبوك كهو، معناها تم استعمال في تونس، تم استعمال زاد حتى جرايد. وبعض الشخصيات اللي معروفة في البلاد، مثلا لوفينغتون بوست مغرب، تم استعمالها في الحملات هذه في الانتخابات البلدية، وقع استعمال حتى الانستغرام. الانستغرام كان فاعل في الانتخابات البلدية. يعني تلقى انستغراموس اللي هي أصلها اللي هي بالمود ولا اللي هي بالكوسبيتيك، تحكي لك على قائمة كاريمون وتعمل البروموسيون تاع قائمه في الانستغرام. ان بمعنى حسب اللي فهمته، وبل التفرعات اللي موجوده، لانه تفرعات في راهم يخدموا على اربع بلدان وخمسه بلدان فرد وقت، معناها في افريقيا وكذا. الخدمه هذه انا في رايي اللي فيها برشا خدمه بتاع مخابرات. هذا رايي، وهذا الانطباع اللي اليوم عندي. وبالتالي أن نعتبر أن الملف الكل ملف متاع وسخ، واللي متورطين فيه عن من قريب ولا من بعيد، اللي استفادوا واللي ضربوا واللي الكلهم في إطار الوسخ المخابراتي هذا. اللي انقاسيوا فيه في الحياة السياسية التونسية، واللي إذا ما نقفلوش بكل جدية باش تولي نتعاملوا مع بعضنا. هي الانبوبه الحمراء شعلتها. الانبوبه تختار شعلتها. سفيان نوافقك في الانتباع المواطني الانساني في علاقه بالانتخابات، ولكن فما شركات معلنه ويعرفوها القاسي والداني تخدم على اللوبيينغ بوليتيك، وما لها معروفين وعنده 6 جرايد و800 سيت انترنت، والناس في تونس تخدم معاه بكل اريحيه. المشكل من سيتصدى اذا كان فما خروقات؟ هزيتني النقطه المهمه. العالم يتطور، العالم قاعد يتطور، واحنا في جانبنا التشريعي مثلا
جانبنا التشريعي ما يتوافقش مع شنو اللي احنا قاعدين نعيشوه توا. يعني لو كان تاخذ انت النظام الانتخابي متاعنا في تونس، محامي مبتدئ، محامي مازال يعمل في الستاج متاعو في قضيه مماثله بارابور للفيسبوك في الانتخابات، ينجم يخرجك منها كالشعر من العجين، لانه النص لا يتوافق مع التطور اللي صار في العالم. وهذايا كنا في الريكومونداسيون نتاعنا، في التوصيات نتاعنا نبهنا ليه، انه لازم النص التشريعي يواكب النص التشريعي. عندك جهه باش تشرع لك، احنا نشوفوا فيها الجهه هذه اللي تشرع لك فاش لهي تو، وعندك هيئه نتاع انتخابات. انا متفق معك تماما. ونعتبر انه اللوبيينغ راهو مساله لا مفر منها في انتخابات، وراو انه الاشهار السياسي رانا ما عندناش هروب منه، يلزم نحلوه باش نضبطوه، ما خليوهاش الامور مفرطه. نحكي لك على نقطه، قلت الاشهار السياسي ما معنى في قانوننا الاشهار السياسي في الانتخابات الرئاسيه مسموح به وفي الانتخابات التشريعيه غير مسموح. هذا الخور ايوه، هذا الخور. وقت اللي تلقى انت حزب عنده مترشح سياسي، اي هذا هو الخور. اللي الشيء اللي نجموا نعملوه هو انه نعملوا نقبلوا باش انه نكونوا نعيشوا على النسق نتاع الدنيا اللي نعيشوا فيها. تتفق. لكن ما عندنا موقف احنا وطني مبدئي، هو انه لا للفلوس اللي جايه من البر. اذوما على الاقل نشدوا فيها صحيح. معناها تدخلهم في خانه التمويل الاجنبي، معناها هو معناها سفيان يحب يشد القانون البالي الذي لا يتوافق مع التطور هذا نتاع الشيره، ونحكيه على شركات في رواندا والكوت ديفوار وتوغو، ونجي وناخذوا مبدا قانوني كما التمويل الاجنبي. كيفاش نجموا ننزلوه الشيء هذا؟ على النقطه نتاع حكايه المال الفلوس، الفيسبوك لو سبونسور على الفيسبوك في بالك يقبل ما بين 50 دولار حتى ل 50,000 دولار سبونسور، يعني حجم الاموال اللي نجم يقبلها في سبونسور قيمتها كبيره برشا. اسكو احنا الدينار التونسي نتاعنا نجم تتعامل به مع الفيسبوك؟ بيان سور كو نو. لا دونك لو سبونسور منين صار؟ من برا. دونك هذه دونك ديجا الجانب التشريعي مثلا في النقطه هذه خارج على القانون، نعرفوه بقانون الاحزاب خارج على القانون. باهي هات نرجعوا توا للحادثه اللي نحكيوا عليها، او العمليه عمليه كارتاج اللي هي برشا تساؤلات دوغون لو ويكاند تبعت اكيد معز الرحموني، وبرشا اسماء تحدثوا عليهم الناس اللي عملوا لي ريكوبمون، خاطر راهو الرابور نتاع الفيسبوك واضح وصريح وفيه اجراءات قاموا بها، على خاطر زاده شفنا حتى في الانتخابات الامريكيه راهو من بعد لا دونالد ترامب ولا رئيس الناس كل عملت الفضائح في علاقه بالشركات التي تلاعبت باصوات الناخبين. مي ابخي كو الكامبريدج اناليتيكا اي ابسوليومون مش هي الفايده. حدث ارخميدس في تونس صارت والناس كله تسمع به سويت ويني سويت ومن بعد هاني انا نقول لك يوغا با دو سويت طونكو ما شفناش الامور بطريقه واضحه وعمليه وفي علاقه بتطبيق القانون. انا نحبك معز الرحموني تقول للناس اللي يسمعوا فينا الامثله اللي انتم لقيتوهم كعتيد في التلاعب بالصفحات، وشكون هم الناس، خاطر تقرير خرج زاده انتوما وعلني، شكون المترشحين اللي وقعت مساندتهم بطريقه غريبه واثارت نقاط استفهام، واللي وقع تكسيرهم زاده بطريقه غريبه. مثلا نعطيك مثال للسبونسور.